مع إلياس. مع إلياس برنامج يومي كيهتم بقضايا الرأي العام والقضايا الساخنة والأكثر رواج. مع إلياس كنناقشوا وكنحلوا بطريقة مهنية بكل مصداقية وأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الرائعون أيتها الرائعات، عدنا والعود أحمد وجمجموا ولا تخمموا. قبل ما ندخلوا في الموضوع أو الحلقة ديال اليوم اللي فيها 6 ديال الفقرات جد مهمة، بداية المشاهدين الكرام، واش كنقولوا لكم مرارا وتكرارا منذ سنوات بالله راه مجيد الصوتة، يعني عبد المجيد تبون مجرد موظف معين من طرف المجلس الأعلى للبقر، العسكر حاطينه مجرد دمية، كيف ما كنقولوا أنه مجرد يعني كيقوم بدور بهلوان، كيف ما كيسيروه هو كيمشي. كاين بزاف ديال الناس اللي يقدروا يقولوا في ظل الحرب الباردة الإعلامية احنا ربما نبالغ. اليوم مشاهدينا الكرام وقبل ساعة زمنية طاح واحد الفيديو في قناة النهار وانا كنتصنت ليه، فإذا بي سمعت ما ستسمعون بعد قليل. تبون يعلن شخصيا أن الشنقريحة هو الحاكم الفعلي للجزائر. شوفوا المقطع مشاهدينا الكرام باش هذه صافي نوليو نتهناو منها كاع ونحطوها على جنب، وغدا تبقى لله ثم للتاريخ. بالله راه حنا قدامنا عسكر هما اللي خربوا البلاد والعباد، هما اللي جوعوا وعطشوا ناسهم، هما اللي كيسيروا كل واحد لابس مدني عسكريه 100%. ومن بعد هذا المقطع ما باقيش يكرغولي يقول على انها مدنيه وعلى ان تبون، لا 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 لا، تبون ما قدر يحضي حتى المراديه، ما قدر يحضي حتى البيرو ديالو، ما قدر يحضي حتى بيت النعاس في قاع دارو، ما قدر يحضي حتى بنتو ماها، ما قدر يحضيها حتى من المستشار بوعكاز اللي الموضوع كما تعلمون جميعا واللهم لا شماته، اللهم ماذا لا شماته. ثم قال ماذا؟ قال ماها في حما الله. جي شي واحد يقول لي تبون، لا هذوك كيقولوا يا الحركي والعملاء والاذناب والصبابط البروتكانز ديال العسكر. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، نشوفوا المقطع. كلنا هنيئا لكل مواطن، وادام كلفتني بالمهمه اعلن رسميا لكل الساده المسؤولين المحليين على راسهم الولاد بانطلاق عمليه توزيع 251,890 سكن على مستوى الوطن. مادام كلفتني بالمهمة أعلن رسميا، فمن كيشوف في سعيد الشنقريحة واش كيقول لي؟ مادام كلفتني بالمهمة أعلن رسميا، بمعنى غير في حال إلا قلتي مجرد بوق ناقل صوت. مادام كلفتني بالمهمة أعلن رسميا. كاين اللي مازال ما سمع مزيان، من حقكم تعودوا تسمعوا. كلنا هنيئا لكل مواطن، ومادام كلفتني بالمهمة أعلن رسميا لكل السادة المسؤولين المحليين على راسهم الولاد بانطلاق. إذا كل شيء واضح وكل شيء باين، غير اللي بغيت عامة هذه ما كاش منها. واش رئيس فعلا؟ لا ما كاش منها. واش واضحة وباينة؟ قولوا لي رأيكم مشاهدين الكرام. واش كيف ما كنا كنقولوا دائما وأبدا أن هذاك راه مجرد بهلوان طرطور جعل هناك ليضحكنا، وعرفوه بالله راه مجرد واحد مسكين خصو يكون في الترونتسيس، هذا هو الواقع، يعني في السبيطار ديال الحماق، واحد اللي هو كيكون غير كيكذب غير كيكذب، كتعرفوا إما أفسق من ذبابة وإما مسكين خصو يتعالج. فهم استغلوا الوضع ديالو وحطوه تما وداروا ليه الكرافطة وسماوه هذاك السمية ديال الرئيس باش يدوزوا الدكاك على الناس. ولهذا نتضامن مع مجيد الصوتة، كلنا مجيد الصوتة، كلنا مجيد الصوتة، كلنا تابون، كلنا ضروري، لأنه ضحية. وخصنا احنا علاش كنتمناو باش ياخذ ولاية أخرى؟ لأنه لا ينقص ولا يزيد في أي شيء، مجرد بيدق. على كل حال خصنا نتضامنوا معه، بما أننا معروفين بالإنسانية وهذا الشيء هذا معروف علينا من زمان، واحد أحمق كيضحكوا عليه كيستغلوه، خصنا نتضامنوا معه. واش رأيكم حتى أنتم مشاهدين الكرام؟ وهذا ولا خصو يمشي للحبس في حاله في حال هادوك كيتسمى مشارك؟ اش بان لكم؟ غنشوفوا دابا واحد المهزلة بالصوت والصورة مشاهدين الكرام، ولها علاقة بالموضوع اللي كنهضروا فيه.
الشرطة الفرنسية ضيعت وفصلات ما بين جوج ديال جروبات ديال الناس، جوج ديال المجموعات. مجموعة كتقول بغاو مدنية، يعني جزائريين هادو اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، وحدين كيقولوا مدنية ماشي عسكرية، والاخرين كيقولوا عسكرية ماشي مدنية. غادي تشوفوا مقطع خفيف ظريف من ديال ولاد الحركي، يعني العملاء ديال العسكر في وسط فرنسا. علاش كنقولوا الى نجح اليمين المتطرف مزيانة بالنسبة للوحدة الترابية ديالنا؟ وفي الغالب انا كنشوف بلا ربما هما غيكونوا افضل من هادوك اللي شبكوني. وبالنسبه للجزائريين باش يصيفطوا بني كلبون في حالهم، كاع داك تخرج العينين والنيف وداك الفوضى والسرقه وداك الاعمال المشينه، صافي رجعوا في حالاتهم، يمشيو يموتوا بالعطش في بلادهم برا بحال اللي داروا الصبنيول. الخيرينو فويرا. توتر تشهده مدينة بالما في جزيرة مايوركا الإسبانية. حسب الصحافة الإسبانية وقعت مواجهات في حي سان غوتليو، حيث قام إسبان مساء أمس الجمعة، نظم عدد من سكان الحي مظاهرة شارك فيها مئات تطالب بطرد المهاجرين الجزائريين متهمين إياهم بأعمال سرقة. هكاك خصنا نسمعوا لزالجيريان، يلا أوت برا، جزائري ديغاش، صافي سالينا. هنشوفوا المقطع مشاهدينا الكرام ديال ولاد الحركي. هادو في فرنسا، واش هادو يستحقوا يعيشوا في فرنسا؟ لا ابدا ابدا. باش كيعايروا هما الجروب الاخر اللي كيقولوا بغاوها مدنيه ماشي عسكريه بالامارات، زعما راه كيعطيوهم الفلوس عملاء الامارات او عملاء المروك، والاخرين كيقولوا لهم ولاد الحركي ولاد العسكر. شنو غنستافدوا منها؟ انا ما بغيتش نحط لكم الفيديو كامل نظرا يعني لحقوق النشر وداك الشيء. اللي استفدت من الفيديو هو هاد الجهاد ديال العملاء ديال العسكر البروتكانات، هادو عندهم امتداد للحركي، يعني الخونة. وبناء على هذا مادام كيدافعوا عن العسكر، الامتداد كيمشي من هادول، والعسكر كيمشي مباشرة الحركي اللي كانوا كيقبلوا يد الفرنسيين، ومازال الآن كيتخلصوا على الخدمات ديالهم لفرنسا ضد شمال إفريقيا. اش بان لكم مشاهدينا الكرام؟ واش الكبرانات والعسكر دابا ما نقدروش نتاكدوا على انهم صنيعه فرنسا، على انهم مجرد عملاء في مقاطعه ديال فرنسا اللي كتسمى حاليا بالجزائر؟ فرنسا صنعتهم وهي اللي تشكلهم كيف ما بغات، عايشين في بلاد اوروبي في دوله مدنيه، ويقولون عسكريه ماشي مدنيه كيف ما شفتوا في المقطع. الكراغله عندهم انفصام في الشخصيه، اش باغي الكرغولي؟ الله اعلم. ولهذا كنشوفوا حتى نعيا وكنقولوا اللهم اجعل بأسكم بينكم شديد، يا كرغولي ارفع سروالك، يا شاشيري ارفع سروالك. هذا شعار تطلق مشاهدينا الكرام من بعد الناس ما عرفوا بلا راه تبون غير بيدق والشنقري حالة تهمه احوال الشعب. هذه بلاد البترول والعطش والجوع يا جدك. شوف معايا هذا المقطع وارفع ارفع راسك وقول عمي تبون وعمي الشنقريحة وعاش العسكر. يلا شوف معايا. انقطاع تام للمياه منذ ما يزيد عن أسبوعين في قصر بني وازن، والأكثر من ذلك تأتي المياه محملة بالأتربة، مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين السكان. كاين الناس راه في شهرين في ثلاثة ما يشربش، كاين شي خارج الصباح لقاهم ببادن هم يحولوا من عند الجيران اللي عندهم الماء، يوميا الصباح لقاهم يعمروا بالبادن. جراء الانقطاعات المتكررة للمياه، الحاجة عائشة كغيرها من السيدات اللواتي يتحملن العبء الأكبر في ملء قارورات الماء، في انتظار حل جذري لهذه المشكلة. ديال بنادم الماء ما عندهم ما عنده التابع، كل شيء إلا بالماء، والله غالب علينا ما نتقعد نحوطوا عليه في بعض ولا نمشي له ديال مغلوب ما نقدر نقمل. دوك راه بادين خاوين ماني قاعد نقمل. يرحم والدين وكثر خيركم معكم. هذه منطقة تقع في الصحراء الشرقية المغربية المحتلة، اللي سلمتها فرنسا للجزائر، اما الاشخاص فهم كراغله. ما دام يحمل بطاقه تعريف كرغوليه كتعتبروا كراغله. هادو في منطقه ادرار في الصحراء الشرقيه المغربيه، ولكنها تحت الاحتلال الجزائري كيف ما هي جمهوريه القبائل تحت الاحتلال الجزائري. ولكن عندك يتبادر لشي واحد الذهن ديالو بالله راه الجزائر قويه وخدات لنا الصحراء الشرقيه، الا فرنسا هي اللي خداتها، البيادق والعملاء عايشين فيها إلى أجل إن شاء الله مسمى، لأن المغاربة كلهم حتى على المستوى الرسمي الصحراء الشرقية مغربية، ونطالب وسنبقى نطالب
حتى إذا ما لم نستطع إرجاعها بالمطالبة وبالقانون ففي يوم من الأيام يجب أن نسترجعها بطرق أخرى. هي أرضنا، أرضنا وخصها ترجع. شوفوا ولاد اللبروخة ما قادرينش حتى باش يوكلوا الناس، حتى باش يشربوهم الماء كيفما شفتوا، شهور وشهور. ورا سبق لي وقلت لكم الماء راه مقطوع من شهر 7 ديال العام اللي فات، بمعنى عام دابا والماء مقطوع. كاين بعض الاماكن بعض الولايات اللي الماء ما كيدخل ليهاش بالاسابيع الطوال، ما كيدخل ليهاش الماء. وقلنا لكم وبينا لكم بالصوت والصوره، الناس كيمشيو تحت الشجر وكيمشيو للخلاء باش يقضيو الحاجه ديالهم، والديور كتلقى الروايح خارجة منهم. العفن، واش هذه دولة؟ واش هذا عسكر ولا زمر؟ ولهذا يجب تقرير المصير في الجزائر. ما يمكنش تبقى واحد الأرض معفنة حاكمينها ميكروبات، وتلقى بعد الذباب والبق الإلكتروني كيرفع الشعارات الواهية الخاوية من أجل التضليل ديال هذوك الناس اللي من حقهم يعيشوا. نجيو نشوفوا دابا مشاهدينا الكرام مادام كنهضروا على المسرح الجزائري. لبؤات الجيش الجزائري يصنعنا الحدث في استعراض القوة والتحمل، في استعراض ماذا؟ القوة والتحمل. وركزوا معي على ديك التحمل، شوفوا الصورة مشاهدينا الكرام. هذا عنوان دايرين القنوات الجزائرية وكيمجدوا بهاد الجزائريات اللي ولاو يعني أرخص من البصل على أن عندهم قوة التحمل. تحمل ديالاش؟ لم يفشل يوما هذا البلد في إضحاكنا. هذا استعراض مشاهدين الكرام ديال الجيش. واش في نظركم، واش هذا استعراض ديال الجيش ولا الموسم ديال عساوة؟ ها أشنو هادو؟ خصهم غير يجيبوا الناقة ويجيبوا داكشي ديال الوثنية والشعوادة. أزمة رجولة خانقة في الجزائر ومنذ زمن بعيد، إنها أزمة رجال. شوف معايا بنيوتات زوينات بحال هكا كيسميوهم جنديات وما كيستغلوهم في الخيام وفي القشالي. يلا شوف معايا، ها هي خيتنا هذه تمططي جندي. شوفوا معايا الصورة صاحبي، أنا بلا ما نحتاجوش نهضروا ولا نفسروا ولا نوضحوا. وهذا الشيء أمام أنظار الرئيس، أمام أنظار السعيد الشنقريحة، أمام أنظار الكبرانات عملاء فرنسا. ماذا يحصل للجزائريات؟ هكذا تساءل كثير من الرجال والنساء والبنات. عييت من صف النية ساعة والو ما يمكنش. الحمد لله اللي ما كديروش هادشي في رمضان يا ولاد اللبروخة. ما بغيتش نقول يا ولاد الحرام المقطرين، واخا انتم كذلك يا احفاد الانكشاريين يا احفاد العثمانيين. ولهذا ننادي أنا شخصيا وكثير من المغاربة، قولوا لي مشاهدين الكرام الله يخليكم في التعاليق، واش انتوما من الناس اللي كيناديوا بعدم إدخال الجزائريين؟ لأن الأمراض هناك متفشية، هذه والله حقيقة. كذلك السرقة، كذلك الغدر فيهم متجذر. هل أنتم كذلك يعني كتقولوا ما يمكنش الجزائريين أجي ودخل، خص الفيزا؟ كاين اللي كيقول خص تكون ديك الورقه ديال الطبيب، كاين اللي كيقول لا هما كيزوروا كل شيء، حتى ديك الورقه الطبيب غير مقبوله. الجزائريين هاد السنوات الاخيره خاصه واحد الخمس سنين هم اكثر يعني الدول المجاوره شمال افريقيا، هما كيقولوا المغاربيين هما الاكثر زياره للمغرب. كيف ذلك مشاهدينا الكرام؟ وعلاش ملي كنجيو نفكروا ونشوفوا كنلقاهم كيجيو وكيتقداو السلعه كيعاودوا فيها البيع تما، يعني التراث المغربي. شحال من حاجة مغربية ردوها جزائرية، كيتقدوا من فاس من كازا من الرباط من مراكش ويديو داكشي تما وكيتمسكنوا حتى كيتمكنوا وكيولي يقول لك هذه جزائرية لجدك. وهذا الشيء هذا كيدخل في إطار سرقة اللباس، العادات والتقاليد المغربية. ولهذا في الجزائر المنكوبة كيديو السلعة ديالنا وكينسبوها ليهم. ولهذا بزاف ديال الناس كيقولوا يجب حظر الجوازات الجزائرية بالمملكة المغربية. كذلك هادوك اللي زعما عندهم الوراق ديال فرنسا اغلبهم فيهم المشاكل، وهذا الشيء هذا كنعرفوه بحكم الواقع، بيانات فيديوهات خرجت هنا كيجيو هنا يفسدون ولا يصلحون. اذا واش نتوما مع الجزائريين يدخلوا للمغرب او ما يدخلوش او بشروط؟ قولوا لنا مشاهدينا الكرام، فالتعاليق ديالكم راه كتنفع. هذه راه هادشي هو اللي كيشكل الراي العام، نشوفوا الراي والراي الاخر، واش نتوما مع ولا ضد ولا بشروط؟ وإذا كانت بشروط شنو هي الشروط؟ كنظن السؤال واضح مشاهدينا الكرام، وحنا كنقراو التعاليق كاملة.
اليوم طلع لي واحد الفيديو واعر واعر، غادي يعجبكم وغادي تموتوا بالضحك. تشوفوا التراث الجزائري، شاهدوا معي التراث ديال الاجداد، التراث ديال الشهداء في الجزائر. هتشوفوا معايا المقطع مشاهدينا الكرام، ثم نعلق لنشاهد. هادو لي بوي خلاو من جدادنا كي كانوا يعموا بهم بكري، قبل ما يخرج هادو لي كاياك ولي بيدال، كانوا يكرو هادو لي بوي ويعموا بهادو لي بوي، كانوا اكزيستيو غير هادو. دوكا خرج الكاياك وبيدالو، شغلو لهم اكزيستيو. بصح حنايا دوك حنا نحافظوا على التراث تاع جدادنا. على كل حال، بالنسبه لهاد الوليدات، انا النصيحه ديالي ليكم هي حافظوا على البنو، كل شيء على البنو، الدور تاعي وترجع على البنو. شويه غادي تحتاجوا باش تبغي تمشي لفرنسا، خاصه الا بغيتي تمشي باكونس باش دير زياره للجماجم ديال الاجداد. تسناشي نهار يكون الشرقي مزيان وطلع على البنو ديال الاجداد مع مسيدي انت وصحابك انت ولاد حومتك، وغتلقى راسك مباشره في الشونطيليزي. سميتو الشونزيليزي. شونزيليزي ولكن بلاكاف ديال الكوميساريات. والله لا عالم عالم. شوفوا دابا مشاهدينا الكرام، مباشره الصحافه التونسيه استيقظت قليلا وبدات كتساءل علاش قيس سعيد ابو بوريس الانقلابي صاحب بن بطوش ومجيدو السوطه والسعيد الشنقريحه والاخر محمود عباس حتى هو واحد، هما كتله واحده كاملين كنعقلوا على هذه الصوره هذه، كيبيعوا ويشريوا فينا ولاد اللبروخه كيف ما بغاو. حنا ما عرفتش واش غادي نفيقوا ديال بصح ولا غنبقاو في سبات عميق، الله اعلم. علاش قيس سعيد لم يقدم التعزيه لملك المغرب؟ يعتبرونها سقطة دبلوماسية، تونس تزيد من عزلتها، وهي في الحقيقة سقطة أخلاقية، قلت الحياة وقلت الترابي. كتلقى كاع فهمتي بحال مجيدو السوطة، يعني مهيبي المسيكين وغير هكا، ولكن واخا هكاك وطلع وكتب داك التعزية وكتبوها لي هذوك اللي معاه، يعني غير من باب كيف ما سبق وقلنا يكونوا كاع الجيران ديالك ما عندكش معاهم وهكا، يعني عايش معاهم تحت شعار إلى 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 نبغي لك الخير وجهة وجهك، ومع ذلك ملي كتوقع شي حاجة بحال هكا كتعزي ولا كتبارك هكا وانت دايز. تونس نسات وتحالفات مع اعداء المغرب، اعداء الامه المغربيه، اقصد الجزائر. وبالضبط نهار الجمعه 30/5/2014، نهار زار جلاله الملك محمد السادس تونس من بعد ذاك العمليه اللي كانت وقعت تماك، والسياحه خوات من تونس والناس ولاو مخلوعين والتوانسه ولاو يبكيو ويطلبوا السياحه يرجعوا، راه الدنيا امنه. اشنو دار جلاله الملك؟ مشى ودار على رجليه، تجول على رجليه في الشوارع ديال تونس بين ابنائها وبناتها بلا بروتوكول بلا والو. وانا ذاك كانت حاجه باهيه وكانت برشا زينه بالنسبه لتونس، باعتبار تونس اصبحت مقاطعه جزائريه. اذا مادام الجزائر قدمت التعازي، تونس ما عندهاش علاش، لانها مجرد مقاطعه او ولايه جزائريه كما سموها الجزائريين. يا سلام يا سلام، آه ثم آه عليك يا تونس، آه ثم آه. والله لا يعني والله لا مؤلم هادشي بالنسبة لتونس. واو صاحبي، تونس اللي عندها تاريخ عندها هوية عندها ولات بهذا الشكل هذا، الله المستعان. نمشيو مباشرة مشاهدينا الكرام، واسمعتوا بسمية نورة أشهبار. نورة أشهبار اليوم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وفي كثير من القنوات الأوروبية والعربية. نورة أشهبار من أصول مغربية، اليوم أدت القسم أمام ملك هولندا. يا سلام، ملك هولندا اللي هو فيليم ألكسندر. نورة أشهبار مشاهدينا الكرام تزادت بمدينة سيدي سليمان. ومالين سيدي سليمان يبانوا لنا هنا في التعاليق، الناس ديال سيدي سليمان اكتبوا لنا حنا من سيدي سليمان. فها هي نورة بنت بلادكم ولات كاتبة الدولة في هولندا اللي مزيودة سنة 1982، وكتعتبر الوزيرة الهولندية ذات الأصول المغربية بنت سيدي سليمان من بين أبرز الأسماء اللي كانت مرشحة للاستوزار بهولندا، وهي الآن أصبحت كاتبة الدولة. فالمغاربة في كل مكان ضروري ما تلقاهم واصلين، يعني المواقع القرار. تحية
الاستاذه نورا وكونغراتوليشن وتحيه للناس ديال سيدي سليمان وبن سليمان والناس ديال سطات والناس ديال دكاله دكاله الحرار ميفوتو عار وما ننساوش الناس ديال الشمال والجنوب والناس ديال الصحراء المغربيه تبارك الله عليكم كاملين من طنجه للقويره واللي نسيناهم الله يخليكم فكرونا بالمدن ديالكم شحال هذه ما قلناها لكم فكرونا بالمدن ديالكم لان كاين بعض المدن احيانا كننساوها كنقولوا تازه قبل غزه وتحيه للناس ديال تازه الناس ديال الناظور يبانوا هنا خاصه الناس ديال الجهه الشرقيه وجده وبركان والسعيديه تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام خاتمه جات غير هكاك وتبارك الله عليكم كنحييكم اذا ديروا اللايك ديالكم ما تنساوش البصمه جمجموا ولا تخمموا كان معكم حبيب الجماهير وصديق الملايين وتحياتي لكم مره اخرى والى اللقاء.